اوكي شباب، الله يعطيكم العافيه. معاكم دي ان اس بي وان انتيند وليريو وياكم. ضفنا الحين شباب اللي شاف فيكم اي 3 حق مايكروسوفت. ما ابي ادير الحوار، بس ولكن اسال هالسؤال. يريور، هلا. انت تلعب اكس بوكس؟ نعم. انا يعني سوري، يعني انا ما عندي اكس بوكس، انا معي بلاي ستيشن، معي ذا نينتندو كذا، بس يعني ما ادري شلون على وضع الاكس بوكس. انت شنو شفت في الـ وشنو تبي من الاي 3 نفسه؟ والله شوف، هم بدأوا يعلنوا عن الاكس بوكس اكس من قبل، المفروض يكون الالعاب اللي فاتت ومتعب السنه فاتت على الاي 3. اي الاي 3 اعلنوا عنه، بس ما كانت فيها العاب صراحه قويه ان تشبع عيني وتونسني بزاله الاكس بوكس. انت تقارنها مع ناس اكس بوكس اللي هو اكس الجديد مع اكس بوكس 1 إيه. انت تبي العاب تنزل مع الكونسول، انها يلا خلني اقنعني اني اشتري جهاز جديد. ايوه وروني هذا الحين ال 4K ريل 4K، وروني اياه قدام عيني اشوفه. وهذا ترى الكل يبي، وهذا الشيء الكل يبي. فان اكس بوكس ولا مو فان اكس بوكس؟ شيء حلو يجذب حق الجهاز هذا. ماشي، بلاي ستيشن يعني بلاي ستيشن نزل الحين برو، بس يعني ما يخالف ترى العبها شويه حق ال ما يخالف. انا وياك، بس البرو يوم نزلت نزل وياها ايكون حلو، نزل برو مع هورايزن، فهورايزن سوت يعني غيرنا الجهاز قوي، زادت مبيعات الجهاز نفسه اللي هي هورايزن نفسها. فانا ما عندي مشكله الجهاز يكون شاري الحين ولا اشتري بعدين، بس اعطني شيء خليني اشتري الجهاز. شنو نواف، شنو اعلنوا عن المقصد على ال 4K او الاكس بوكس اكس كالعاب ثقيله؟ هما يعني العاب ثقيله، هو لازم احنا دائما ندور على الاكسكلوسيف. اكسكلوسيف شنو؟ الحصري حق الجهاز اللي خلى الناس تحبه. انت قاعد تكلم على الاكس بوكس 1 اكس؟ اكس بوكس 1 اكس اكس. انت ما تكلم على الاكس بوكس كاكس بوكس عادي؟ انا اتكلم عن بشكل عام، مو بس الاكس بوكس 1 اكس. الاكس بوكس 1 اكس الاخر معرض شفناه ماكو شيء جد قدمه غير كونكت، وكان يعني وغير انه تي في تاخذون دعايه. ماشي يريور، احنا شفنا فورزا. انا ما اعتقد فورزا اقل من ال 4K. لا فورزا لا، أنا رسمي 4K. انا ما اعتقد انت لا اكيد 4K، لازم 4K. شوف الالعاب اللي طلعت في المعرض، الالعاب اللي طلعت في المعرض اتوقعها يعني 100% مو 90، 100% هي 4K. ترى فورزا، جير فور، اوكي، ومترو، لان مترو كانت دعايه، لو تذكرها كانت دعايه الاكس بوكس اكس، يوم اعلنوا عن الاكس بوكس اكس كان دعايته مترو من الفيديوهات اللي قبلها. هذه اكسيدس اللي نازله جديده. اذا انت تبي تقول ان الاي 3 اليوم مال مايكروسوفت ما عجبك، وين ما عجبك؟ شوف انا قاعد اتكلم، انا كنت العب اكس بوكس على ايام 1 2 3 زين، اللي هي الاجزاء قصدي اكس بوكس 1 اكس بوكس الاساسيه واكس بوكس 360 زين. هني شنو كنت العب؟ كنت العب هيلو، كنت العب وايد العاب ثانيه زين. هيلو موجوده ولكن بعدين مليت. انا من نوع العب اللعبه كذا مره خلاص، يعني شنو اللي جيت تعطيني اياه جرافيك؟ انا ما اهتم بالجرافيك كثر الجيم بلاي، جيم بلاي ما تغير وايد. ماشي، هيلو الحين الجديده زين، ما عدلت امور صعبه الجديده؟ ماكو شيء، حطوك اسم بس ومشوا، قطوا لك اسم ومشوا. غيرهم بالخرائط، غيرهم الانفايرمنت، اكيد اكيد، ولكن لما نقول لك بالشغلات الموجوده، نقول لك هيلو اللي قبل انزلت والبطل الاساسي مو شيف، زين ليش ماستر شيف مش موجود؟ ماشي انت تشتكي من، انت تبي انه ما في العاب انا يعني من اللي احب العبها موجوده. ماشي، انت كاكسكلوسيف. اوكي اكسكلوسيف اكس بوكس، انت شنو كنت تحب؟ مع مثال الحين مهل يقول لك والله انا احب انا فورزا. فورزا توم برايدر مثلا، انا توم برايدر. توم برايدر جت له فتره انه كان اكسكلوسيف، كان اكسكلوسيف فتره طويله على اكس بوكس تقريبا قريب السنه. قال فاضطريت شريت الجهاز انا اللي عشان نستعمل الجهاز حق توم رايدر. اضطريت اشتري بعد السنه نزل على السوني. انا خلصت اللعبه واستانست فيها بعد سنه نزل على السوني. انزين، انا بالنسبه لي انا كان كاب هيد محتاجه حيل، كاب هيد عجبني ما عندي اكس بوكس، فاضطريت اني اشتريه على البي سي. انت الحين نواف، انت الحين قاعد تقول مثلا في العاب اكسس ما راح تنزل او 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 حتى لو نزلت، يعني انت قصدك تشتري الجهاز ولا عاد عندك تلعب على البي سي؟ يعني في ناس عادي، يعني انا بي سي متوفر ما اشتري، يعني انا فكرتي اوكي اشتري مثلا، خلينا نقول نتكلم عن الجهاز الثاني، ما بقول هذا عشان نقول هذا منحاز حق الجهاز، مثلا جبتوا لي لعبه مثلا هيلو اول ما نزلت اكس بوكس لما نزلت هيلو مسحت السوق صح، كان ما في شيء قوتها، فانا اذا شريتها اياها صح تستاهل، بس بعدين لما ينزل 10 اجزاء
انا بس ما ابي هيلو. ما احنا مليت من تكرار الموضوع نفسه يعني. بالضبط. انا ودك خلاص كرييت نيو ثينج. بالضبط. اعطوني شيء جديد هذا. فانا ما راح اشتري انا ابي العب كب هيد. انا استانس على كب هيد بس ما اشتري. انا ما عندي اكس بوكس. ما اشتري جهاز 120 90 دينار عشان لعب 20 دولار 30 دولار. اذا متوقع على جهاز ثاني كمبيوتر اشتريه. ماشي. الحين نتكلم على بلاي ستيشن. بلاي ستيشن انتم عندكم جاد اوف وور القدم. زين. لعبتوهم كلهم. جاد اوف وور الريبوت الجديد. ايه. كملتوه. لعبتوا شريتوا إيه؟ صح ماشي شلون نقارنها كذي يعني انتوا الحين انتوا تحبون العاب قديمه قاعد تستمرون عليها في إيه؟ ناس تحب هالو في إيه؟ ناس تحب فورزا انا وياك انا فاهم انا فاهم فاهم شو اسمه نواف فاهم نواف يعني انت تقول لي جاد اوف وور جاد اوف وور يعني زين ترى بس الجزء الاول والثاني اللي حسيتهم قراب من بعض الثالث حسيت في شغلات تغيرت بالتحكم بالتصوير بكل شيء تغير غير الجيم بلاي حلو يوم نزل الجزء الجديد اللعبة بكبرها غير القصة غير كل شيء غير معناتها فورزا نقدر يعني نمدحها لأن فورزا تغيرت حطوا فيها وذر فورزا لا فورزا اللي نازلة فورزا هورايزن فورزا هورايزن يعني هي مفتوحة أونلاين وفاتحة كل شيء أنت بتتكلم عن سيارات تطور سيارات يعني بتلعب مثلًا فورزا الأول ترى سياراتها غير عن فورزا الثاني فورزا الثالث كل جزء له العاب خاصة أو فيه. أنت شايف في تطور في شايف في تطور في الجيم اللي هو Gears 5. إيه Gears 5. شفت الرسم. شفت الرسم. رسم حلو. وايد يعور القلب. هو حلو حلو الرسم. شنو الليست اللي عندنا؟ ماكو. اللي إحنا أنت. Exclusive ولا الألعاب بشكل عام؟ مش عارف. اللي ترسم مميزين. المميزين في لعبة أنا شفتها قاعد أقول هذه كأنها تنشو على شوي إنه موشة اللي هي اسمها سيكرو. سيكرو سيكرو. سيكرو كانت شنها كانت حلوة. هذه حلوة. لأن كأنها تنشو. لأن نينجا راح تنزل زي. على كذا جهاز أعتقد هذا إيه مفتوح هذا قاعد مفتوح وعندكم طبعًا راح أتكلم عنها مرة ثانية اللي هي فول أوت للأسف أنا مو من لأن ما لعبت كل أجزاء بس أشوف إخواني ميانين فول أوت هذه ممكن يلعبها أنا وريور ليش لأنها بريكول يعني ما له داعي تلعب ولا جزء من شو سبعينات وشيء حاطينها هو أصلاً بسبعينات هي 1700 ستة وسبعين بس شنو مو لازم نلعب ليش لأن هي هذه تعتبر جزء رقم واحد. هي بداية كل شيء. صفر أوريجين. فنقدر نلعبها. رسمها حلو. عرفت ورسمها كان حلو. إيه بس 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 للحين أنت ما هذا أنا بيك تقول لي يقنعك تشتري الجهاز ولا لا؟ أنا لما توصل حاجة إكسكلوسيف. أوكي. لما الحين أنا قاعد أتكلم عن ألعاب هذا هذا مو إكسكلوسيف. إيه أنت وصلت. يعني ما ما على ما راح يقدر الألعاب اللي طلعت الحين أنا بالنسبة لي عندي الجهاز أنا عندي الجهاز بس هل من الألعاب اللي طلعت هذه تخليني أشتري الجهاز؟ لا. نتكلم عن اللسته ونشوف نتكلم عن اللسته نتكلم نكمل على اللسته وراح اذكر اي الاكسكلوسيف اللي مرت عليها ماشي اساس بس الشباب بس يدرون اللي يسمعوا معنا يشوفون بس الاكسكلوسيف زين قلنا اوري قلت تكلمت من شوي قبل شوي اوري لعبه اي بي سي انا اخذها بي سي اي هذه حلوه النظام حلو العالم الرسم الفانتسي فنية 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 لعبة فنية هذه اكسكلوسيف وايد حلوه الجزء الثاني سيكيرو توني تكلمنا عنها هذه اللي كنا تنشو ونموشه فول اوت هذه احتمال انا وانت يمكن ناخذها في لعبه الله يسلم كابتن سبيريت هذه هذه مو صابي هذا الرسم تعبان انا بالنسبه لي هذه للاسف انا حاط جنبها ترينا لو قاعد العب 1900 وما ادري كم لا يعني رسمها تعبان هذه انا الفكره ترى ممكن على فكره ممكن تكون قصتها حلوه بس انا مو قادر العب قصه حلوه مع رسم كذي استوعبت القصه تعال وياي الايماجينيشن حق الطفل ويعيش انا احب الايماجينيشن وانا لو ما حبيت الايماجينيشن كان انا ما اخذت ما في شيء فني بالرسم انا الحين اقول لك انا الايماجينيشن احبه ولا كان ما اخذت بلاي ستيشن في ار ماشي لان احب اعيش الايماجينيشن ولكن الرسم تعبان مو قادر العب لعبه كذي مو قادر مو قادر زين وفي لعبه بعد كراك داون 3 انا اعرفها ما كانت هذاك الزود واللي شفته ما كان هذاك الزود الصراحه فلا تعليق خليت ولي انزين نزلوا لكم الله يسلمكم كانت موجوده نير اوتوماتا فراح تنزل على عاد بقايا ريسايكل هاي ريسايكل عندكم لعبه كانت حيل حيل ناجحه قبل اسمها مترو فنزلوا جزء جديد اسمه اكسيدس هذا شيء قوي انا اتوقع راح اخذ هذا بس هذا راح ينزل على اكسبلوس على اكس بوكس زين الجزء واخيرا واخيرا يا على امكم بعد 4000 جزء من الجزء الثاني كيندم هارت 3 هذا فان كيندم هارت قال واخيرا طلع اخباره من الاسم تكفون الجزء الثالث واخيرا نزل الجزء الثالث فهذا راح اشتري انا ما ادري عنك انت ما ادري عنك انت بالنسبه لي لا انا ما العب ستار جيم اوكي المستجد هو الار بي جي لا العب من جدابكم الار بي جي معناه ما العبهم عندكم سي اوف ثيفز سي اوف ثيفز كان عندها امال كبيره ولكن الدعايه طيحتها بالارض لان اللي بين ان هم
قالوا اخرتها اللعبه طلعت كبر. اول شيء سي اوف ثيفز هل راح تتعدل مع باكج؟ ما يندرى. هم قالوا 3 دي ال سيز معناته بيعدلونها نفس المفروض نفس الحين هذا فاحنا نطقين اطراق ننطر المشهد بعدين ننطق. بس خلينا نكون صريحين. سي اوف ثيفز مو نفس نومانز سكاي. نومانز سكاي فشل لا فشل ذريع فشل كبير. زين اوكي بعدها باتل فيلد 5 نعرف باتل فيلد 5 بس مو صوبنا بس شيء حلو نزل. لا جو له ناسه له ايه في جمهور خاص حقه وباين باين رسمه متعدل ما رسمه اصلا ترى باتل فيلد يمكن من اقوى الرسوم بالالعاب الثانيه ترى هو وايد يهتموا بهالمواضيع حتى الفويس اكتر. انزين وطبعا لعبه فورزا فورزا انا احب السيارات انسان احب السيارات بالصدج واحب السيارات بالالعاب انا احب السيارات بس هو التحكم كان يعقدني. شفت رسمها الجديد شلونها نار حلو بس شوف التحكم على قولته هو انت تقول تحكم عقدك ليش لان هي اقرب شيء للواقع اقرب لعبه للواقع جراند توريزمو جراند توريزمو هم قريبه من الواقع صح. بس الناس المفروض حابينها يعني جراند توريزمو ما مقربك للواقع بس مقربك الواقع على حلبات هورايزن فورزا هورايزن فتحك طلع لك برا ميزه خريطه مفتوحه ميزه حلوه بريطانيا على فكره ليميتد اديشن مالهم كنا اعتقد مع خريطه او شيء اذا خلني شنو كان في ليميتد اديشن من هذا الجيمز مع خريطه لا هذاك فولات فولات كان مع ليميتد اديشن اي يشبه الظلمه بالعاب السيارات الليميتد اديشن مالها يميزك بالسيارات اللي تطلع ويا مع الاديشن لها مثل الدي ال سي ترى هذه ورقه واحده ها حلو حلو زين عندكم لعبه وي هابي فيو هذه لا هذه خلينا نتكلم عن الاستديوهات بعدين عندكم لعبه اللي هي ببج اختصار ببج هذه هم شوتر انريل تورنمنت من هالطقه هذه لعبه اونلاين شهره لا 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 مو صوبنا لعبه ار بي جي تيلز اوف اسبيريا هذه هم ربع هذا ار بي جي هذه صوبهم شيء حلو ولكن ماكو شيء جديد ماكو واو نفس الموضوع. في لعبه جديده اللي هي توم كلانسي ديفيجن 2 هذه كان على ايامها رينبو 6 وما شنو ما شنو سووا لعبه جديده اوكي نوت ماتش شو اسمه بس نبي نذكرها ترزقون الله. انزين عندنا الله يسلمكم توم رايدر شادو توم رايدر يا جماعه اولا توم رايدر انا بلعب السيكولات كلها من الاول فلازم العب الجديده هذا رايي انا الشخصي ولكن ما اعتقد اني راح اخذ اكس بوكس اذا موجوده على البي سي راح اشتري لا هذه موجوده على البي سي اذا موجوده على البلاي ستيشن اخذ على البلاي ستيشن وخلاص يعني انا من فاز توم رايدر انا قلت لك يا الاكس بوكس شريته سبت ان توم رايدر كانت توم رايدر بس الحين الثاني هم ترى عندي على الاكس بوكس بس كنا ديزاين الوي مو كنا في شيء غير كنا شيء غلط بالتريلر معني انا ما لعبت بس التريلر كان دامج يعني جذبني صغارات ما ادري والله شنو وجهها اصلا التكستشر التكستشر مال وي مو يعني شوف انا الحين الفيديو اللي حطوه اكس بوكس اللي هو مايكروسوفت اللي حطوه حق توم رايدر يختلف عندي انا عن الفيديو اللي كانوا عارضينه انه راح تنزل على توم رايدر اللي هو مال الشركه نفسها فحسيت انه لا مال اكس بوكس طايح ريزولوشن طايح كشكل في شيء غير هذا موفي بعد مو جيم بلاي عشان نقول هذه الفا ولا بيتا هذا موفي ما له شغل. المهم نكمل عندكم اللعبه اللي ضحكت عليها سوري اللي هي اسمها سيشن سكيت ما ادري ليش لا خطيه سكيت لا مصوب مصوب الكويت كله خلاص سكيت صدقي حتى المارينا بس حتى ربع المارينا وفي لعبه اسمها بلاك ديزرت ما ادري ليش اذكروها بس انا بذكرها وما ادري ليش رسمها من عالي اقوى زين اللعبه اللي انا طلعت ما فهمت لين طلع شخصيه انا فهمت بس ابن الذين انت فهمته من اول خمس ثواني ديفل ماي كراي 5 لا تسميه دي ام سي دي ام سي هذه غلطه طبعا لا ديفل ماي كراي سميها ديفل ماي كراي زين ديفل ماي كراي 5 ما داعي اتكلم عنها لعبه شالع بس خلاص حبيبي نفس المخرج ترى اللي سوى الثالث والرابع هو نفسه بس يا ريت الموديل مال الوي شوي بس المو... إيه انا ضايقني إيه البطل انا ضايقني ما حطوا دانتي لا ماشي ال 3D طلع انت ما شفت الدعايه كلها اي ما شفت دعايه طلع لا تشوفه خشمه الله لا يوريك اي بس شيء شعره كبير شعر طويل هذا شيء شعره كذي اللي على وجهه لا تكفى لا تخربوا علي انا شفته مسوى شيء دانت شفت ماكراي سكت زين ولعبه بس ما اريد اقول لك دانتي مضبوط اكثر من شو اسمه كاكنترول انت لاحظت لعبه ديف ماكراي كاكنترول شفته قدامكم هذا الرابع اعطاك ديف ماكراي اعطاني ديف ماكراي بس اوكي اللي بعدها كاب هيد
انا من ناحيتي راح اخذ كل دي ال سيات لان انا احب كاب هيد. انا شخصيا رايي الشخصي كذي. انا صدق ما بس انا راح الزق عند واحد عنده كاب هيد. انا غير كذي انا اذا كنت اتكلم اشتري كمبيوتري ما يساعد وبعد اكس بوكس. انا كمبيوتري اوكي بالعكس انا كمبيوتري زين خلاص انت الحبيب. انا اذا شريت انا العيال انا كاب هيد صراحه عندي اياه لحين ما خلصت من كثر ما هي صعبه فمستعد اشتري الجزء الثاني ما عندي مشكله. زين مو الجزء الثاني دي ال سي اعتبر ولا الجزء الثاني مو حتى الجزء الثاني شنو كاب هيد الجزء الثاني ما كان دي ال سي تكمله. انا ظنيت انه دي ال سي تكمله او شيء لان ظنيت شخصيات معينه ضايفين. زين عندكم لعبه كتبت لها اثنين الاول تايني فوكس عادي خلوا العبه موبايل احسن لي او شيء موبايل وايد عليها العبها بالساعه. زين عندكم لعبه هذا صوبي انا جامب فورس اللي هي حق جام شو اسمه جرام جام اي شلون هو ون بيس دراغون بول وناروتو والانيميشن هذا انا احب دراغون بول اي بس ما تبي جرافيك اللي ما بي الجرافيك اي ما يعني بالنسبه لي كان دراغون بول الفايتر سي انا فانتسي انا الالعاب اللي كذي وانا مغمض اشتريها ما ادري ليش. المهم زين نزلت اللعبه اللي هي ناجحه بالنسبه لي ولك هم داينلايت اي لعبه حلوه هذا جد ثاني لا تشوف الحركات الزايدينه باللعبه وخلوا وقال لك اربع اضعاف الوحوش صعوبتهم بالليل. واو يعني مو ننبط ولا كبت انحش هذا الحش ولك الحش عندك لا تقول ينقذني ما عاد زين ولعبه الاكسلوسيف اللي نزلت ورقه دمشي ليش اكسلوسيف عندكم باتل تود باتل تود انا احبها انا باتل تود انا احبها انا راح اصير حبيب وايد اي واحد عندك اكس بوكس حاليا حياك الله باتل تود انا بس السؤال هل هي راح تكون نفس لعب اللعبه القديمه مات السون سوبر نينتندو ومعدلين سوينا ريماستر ولا لعبه نيو بالحالتين لا. انا محتاجها لا انا سلاحف نينجا اللي نيو لا لا باتل تود نزلوا جزء مع دراج شو اسمه دبل دراجون هو سوني لا 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 حلوه لا ما كان حلو كانت حلوه مقارنه مع نينتندو القديمه الاولانيه الاول والثاني كان احلى هم حلوه بس انت يعني. لا تلعب دراجون بول العب دبل تود دبل دراجون دبل دراجون دبل دراجون كانت حلوه بس هم حلوه نينتندو بس تعتبر ترى هم باتل تود مو مسكان بس هم تعتبر باتل تود تكمله ونفس طريقه التحكم نفس كل شيء بس انت لا تقلب لي فوق تحت لا يضربون الضربه هذه لا يسوون اوكي لا يضربون اعطوني قديم اعطوني قديم طفولتي اعطوني اياها ان باتل تود بدون دبل دراجون ايه باتل تود بدون دبل دراجون انا من ناحيتي راح اخذها على البي سي اول ما تنزل واذا كانت مفتوحه اخذها على البلاي ستيشن خلاص اوكي في لعبه حق سوير انكس جاست كوز هذا لها فان لها جمهور انا مو صوبي ولا صوبي اكشن معروفه جاست كوز اتذكر والله كنت اطق واحد بحب بس يعني كنت اضحك عليها. المهم الدعايه اللي انا صدمتني اول شيء لما قالوا جيرز انا قلت اخ يخسر يا اخوي الحين راح اصير مينون ولا يطلع باب هذه مشروع انت سمعت صوت الناس سمعته في حد تفاهم في حد سوى سويتش اوف اوكي احنا فهمنا انهم سووا دعايه باب بعدين تاكتكس اللي هي مات الموبايل بعدين اعلنوا انه الجزء الخامس انزين زين ليش انا فكرتي ليش ما اعلنتوا وش الخامس بعدين قلتوا لنا ترى في شغلات حق الناس وحق الفان موبايل اي يعني تكمل لي الموضوع ليش تخليني شيء ليش صدمتوا الناس ايش الحركه هذه ف يلا مو مهم المهم انه في جيرز 5 ولها فان وشيء حلو انه نزلوا جزء جديد حطوا الدعايه اخر شيء وانا واحد من الناس راح اشتريها جيرز 5 حطوا دعايتها اخر واحده اوكي انزين اخر شيء عندكم هايب اوكي في اللعبه الاخيره اللي اعلنوها هذه ما ادري ليش خلوها اخر شيء أيوة كانه حسوا ان هذه اقوى شيء بالمعرض اللي هي سايبر بانك سايبر بانك لها ناس تكلموا عنها واعلام وميديا ذبحونا معنا ما نزلت اللعبه الرسم حاليا ما ادري ما عجبني انا الرسم ما جذبني بس انه يعني شنو الجديد ما ادري ايش زين انا ابي حتى يعني الناس لو يقدرون احس العالم المرسوم كله وسخ ما شلون صاير احس انه هو الدنيا وسخه كنا ماد ماكس على جاج دريد ما خرابيط ما كنا جاج دريد على ماد ماكس ما ادري ما جت لي مو صوبي ما ادري شنو الشيء اليونيك اللي فيها ما يقدر يمكن بعد لما ينزل شوف الشباب يمكن يعلقون ممكن يقولوا لنا شنو هذا اخر شيء نتكلم عن انضمام استديوهات حق اكس بوكس هذه ميزه يا جماعه هذه ميزه صح ولكن شيء حلو لازم شيء حلو لازم يكون شيء حلو لازم ولكن هم نفس الشيء هم سوني سوتها ان ضمت شركه عندها بس ما سوت لها شيء نفس فيرجل خذتها ما سوت شيء نامت طاحت على وجهها اكس بوكس خذت هذيله خذت شركات قوايه وهم خذت شركات ما لها شيء
بس هل هذه راح تقومها؟ هذا كله تكهنات حق المستقبل. انزين انت الحين شنو قدمتي؟ الحين بنتكلم دقيقتين عن الموضوع. نتكلم اكس بوكس شنو قدمت لنا بهالمعرض؟ ايش رايك؟ نتكلم اذا نتكلم عن المستقبل كاستوديوهات اندمجت مع بعضها. ترى انا مو هامني انه الا ان هذول يشاركون بعض. بنهايه المطاف استوديوهات يساعدون بعضهم، فاحنا نضمن الكواليتي موجود. شنو بيصير بعدين مو واضح عندي. مو واضح شنو قدمت الحين. انا صراحه ما راح اخذ اكس بوكس، لا اكس ولا اكس بوكس العادي. هذا هو هذه الفكره. ما انا شخصيا على تقدمتي الحين مو 2020. انا كلاعب اكس بوكس اقول لك يا هم نفطر نفس كلامكم، كلامكم صح 100%. ما في شيء لحد الحين اكس بوكس اعطتني اياه انه يجذبني ارد حق الاكس بوكس نفسه مره ثانيه. اكس بوكس جت فتره طلع يعني طلع طاقه قويه اللي خلاني اوقف السوني اسحب اكس بوكس. عندك 1 ولا اكس؟ عندك 1 ولا اكس؟ عندي 1. حلو، يمكن الاكس افضل. هني الفكره الالعاب اللي جايه الحين يعني ممكن يمكن بس شيشيني اعطيني الدافع اعطيني شيء الحين يعني هو يمكن انزل يعني احنا ما نقدر نبدل سوايد. ترى اعلنوا عن شيء اي اي زين اكيد راح ينزل اي اي بالدنيا كلها حتى بساعاتنا. زين وين الحين؟ يعني حتى هاردوير ما شفنا شيء. يعني قبل كانوا يسولفون حتى على امور هاردوير شيء معين 4K 4K ما شاء الله. ما ادري احس ما ادري اذا شنو الالعاب اللي تستاهل بس كاب هيد 4K HDR شو تفيدني. لا هاي لا بس انا اقول لك شغله، انا ان شاء الله اكس بوكس هذه السنه احسن من السنه اللي فاتت. اكيد هذه انا هذه اكيد لان كانت وصمه عاره السنه اللي فاتت الكل شيء ما في شيء. نزلت كونسول بس فقط الدعاية تي في سبورت تي في سبورت هذا اللي سوته يعني سيفر بس بالضبط بسيفر الحين لا. فانا اعطيه ما ادري نعطيه خلينا نقول من 5 نجوم او 8 to F. انا اقول 3 من 5. اوكي 3 من 5. انا اقول 2.5. انا اقول 3 من 5 بعد لأن في العاب انا احبها وراح تنزل اوكي يعني وسطانيه. انا اي لا اكثر من الوسط لان اكس بوكس احسن من 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 السنه اللي فاتت. زائد هم قاعد يتعلمون، هم ماشيين في الطريق الصح ولكن مو كافي. اوكي صح. مو كافي مشيت صح لكن ورينا بعد مو كافي. ورينا مو اللي كافي. اللي تقدر تقدمينه مو كافي. هو الحين بينافسين بالسوق وايد والمنافس القوي طبعا معروف اللي هو ماسك الماستر الحين ما واحد سوني ما كنا منافس واحد. اي اول كان منه اول كنا نقول مايكروسوفت سوني الحين اخر سنتين اخر 3 سنوات ما تشوف غير سوني بس سوني. مايكروسوفت طاح والمشكله سوني طبعا ليش عمل ربع نايتندو. انا نايتندو مو حاسب الحسبه ماكو حسبه سوري حتى نايتندو يدرك. زين يعني سوني متربع العرش ولكن هم قاعد ينزل ايه مو بس نايم وخامر وقاعد يلعب عشان يحافظ على مكانه يسوي شيء صار صدق عشان يحافظ على مستواه. بلاي ستيشن عندنا هناك احنا قاعد نطالع اكو نيو اي بيز ينحبون. يعني جاد اوف وور طلع، عندنا هورايزون طلع، عندنا شادو اوف كولوسس طلع. الناس قاعد تحب النيو اي بيز. وين الاكس بوكس شنو يسوي لي نيو اي بيز؟ يعني شيء جديد تايتل جديد ما في. نبي تايتل جديد يعني هيلو 4 5 6 7 8 اوكي هيلو قوي. كاب هيد اعتقد ايدد واحد اعتقد ان كان غلطان ما ادري الشباب خلي يصححوا لي بس اعتقد كاب هيد ايدد واحد. هو كاب هيد واحد يلاحظ سي اوف ثيفز مو اي بي يعني انه من شخصيه سي اوف ثيفز ماكو شخصيه احنا كان على ايلوي اوكي اي شخصيه ما جاد اوف وور لو كريتوس قاعد كان وايد راسنا حولان ما ادري ما ادري مو واضح عندي خلي شباب صححوا لنا اذا في خطا ما عندنا مشكله ماكو اي مشكله. المهم ان بالاخير هذا راح نخلي هذا حق بثس نتكلم فيه اي بثسدا الفيديو الثاني ان شاء الله البودكاست بودكاست نخلي بعدين عقبه احطها عقبه كم ساعه بس لا موضوع بس مبدئيا 3 3 2.5 شيء حلو ان تطوروا وتعلموا من اخطائهم بس نبي اكثر ورينا شيء فعلي شيء ماتيريال. ناس نزلتوا هيلو كسرت السوق، نزلتوا جير 4 كسرت السوق. نبي اسم كذي نبي شيء 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 يقول انا بركض الحين اروح اشتري شيء خلينا نتحسس مو اخذ اكس بوكس. انا تخلوني اروح اشتري ما تحسس مو اوكي. اخر شيء انا اشكركم اللي قاعدين يسمعونا واشكر اليريور واشكر دي ان اس بي اللي حنت اللي معرفه يقول اسمه انا ابو الاسم اللي ما شنو يعني ذكرني بين سبورت ما ليش انزين. وان شاء الله راح تكونوا معي والحلقات الثانيه واهم راح نسوي عن شغلات ثانيه مو بس كونفنشن. فيعطيكم العافيه نشوفكم مره ثانيه. اوكي عادي.